فخطأ أنه لا يرى هذه المرأة. من حق الاثنين الشرعي أن ينظر كل واحد منهما للآخر. وطبعا هناك كما هو معلوم صلاة الاستخارة، طبعا فقدت من بعض الشباب إن لم يكن أغلبهم. أما اليوم يشوفها وتكلمه ويكلمها، وربما حصل ما لا يحمد عقباه أثناء الخطبة وقبل الموافقة والتمام وعقد الزواج، وهي امرأة أجنبية. نعم، وهناك اليوم من يغرر بهذه النساء أو بعض البنات من قبل البعض، يدعون أنهم سيكونون طبعا فرسان الأحلام، ويتدرج معها قليلا قليلا مكالمة معسولة ثم لقاء حتى نتفاصل ماذا تريدين وماذا أريد، والعزيمة في مطعم أو فندق، وتخرج طبعا معه وتظن بأن خلاص هو سيكون فارس الأحلام، وبالتالي انفرد بها واختلى بها، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أيما تحذير: ألا لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، وما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فالقصص في ذلك كثيرة، خاصة في زمننا هذا. كذلك شاب أيضا ما شاء الله ملتزم، أقبل على الزواج، كنت الواسطة في زواجه وعقد الزواج له، ولكن يوم العرس أتاني فقال: أريدك أن تعلمني ماذا أفعل، لأنني لا أدري ماذا أفعل عند المرأة. جزاه الله خيرا أنه جاء ليسأل ويتعلم ماذا يفعل، ما له وما عليه من زوجه. قبل 7 سنين تقريبا رجعنا من الحج وكان معنا صديق، وبعد أيام اتصل بي قال: هنا شاب تزوج بشابة منذ 5 سنين، يقول وكان يأتيها من الدبر، فيسأل عن الحكم. انظروا وقيسوا هذا الولد وهذه البنت، هذان الزوجان كان يلتقيان معاكسا، جهل مركب أولا، ثانيا ماذا دلهما على أن يفعلان من الجهة المعاكسة؟ نحط تحتها استفهامات، وطبعا البعض لا يريد التفصيل، ونحن لا نزال أيضا في بعض الأمور نتحفظ، ولكن نقول إن أردنا نفصح عن شيء، لماذا هذا الشاب أتى امرأته من الدبر؟ معناه والعياذ بالله كأنه قرب، وقرب في ماذا؟ بأعمال قوم لوط.